الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مولاي بوشعيب فضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، كباقي المهن الأخرى خصوصا المهن الحرة، فإن مهنة التوثيق العدلي قد تأثرت تأثرا كبيرا بهذا الوباء الذي اجتاح كل أنحاء العالم، وهو وباء كورونا المستجد كوفيد-19. فمباشرة بعد قرار رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، رفعنا بلاغا إلى جميع السادة الرؤساء من جميع أنحاء المملكة لكي يستجيبوا للبلاغات المذكورة. وبطبيعة الحال كان جميع السادة العدول قد تمكنوا من إغلاق مكاتبهم لكي يشاركوا مشاركتان ملموسة في القضاء على الوباء الخطير الذي انتشر أو ينتشر بسرعة فائقة. جاءت المرحلة الثانية للتمديد بطبيعة الحال، وكنا كذلك قد رفعنا بلاغا آخر، لكن مع الحفاظ على حقوق الناس، خصوصا أن المرفق العدلي لا يمكن لأحد أن يستغني عنه، خصوصا بعد الحالات الطارئة التي كان لابد للسادة العدول أن يستجيبوا لطلبات المرتفقين فيها. فظلت هواتفهم مفتوحة لكل من سألهم أو أراد أن يكتب بعض العقود المستعجلة، كبعض الإراثات لمن توفوا وكانت الحاجة ماسة إلى كتابة تلك العقود لكي يفوض الورثة لأحد أفراد العائلة كي يقوم بجميع الإجراءات التي تتلو الوفاة. هناك بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالوكالات، وكذلك بعض الأمور المتعلقة ببعض الزواجات خصوصا الأجانب الذين علقوا بمملكتنا المغربية. لكن المشكلة كان في أمر واضح، وهو أن الوثيقة العدلية حسب القانون 16/3 الحالي هي أنها تمر على مؤسسات أخرى، وعلى رأسها مؤسسة التوثيق العدلي، أي مؤسسة قاضي التوثيق، بأن السيد قاضي التوثيق الذي تمر من أمامه الوثيقة العدلية لم نجده في الآونة أو المدة التي كان قد نادت رئاسة الحكومة بالحجر الصحي، إلا في بعض المحاكم المغربية التي استجاب فيها بعض السادة القضاة بأمر من رئاسة رئيس المحكمة الابتدائية فيها أو السادة الرؤساء محاكم الاستئناف، إلا أن بعض المحاكم الأخرى عرفت ركودا رغم أن السادة العدول قد استجابوا لنداء المرتفقين والمرتعاقدين في تلك الحالات. هذا لم يجعلنا قاعدين، بل كتبنا وراسلنا المؤسسات الرسمية ذات الصلة، فعقدنا اجتماعات متعددة مع الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الخرائطي، كتبنا وزارة العدل وعقدنا اجتماعات متعددة سأذكرها بعد حين لأنها تتعلق بأمور أخرى ليست توثيق العدلي، بل فيها تعيينات من جاء من السادة العدول الجدد وغيرهم. أمور كتبنا الخزينة أو السيد الخازن العام للمملكة لكي نتعامل معه عن بعد. لكن بالنسبة لمؤسسة قاضي التوثيق كما ذكرته، فإن بعض المحاكم المغربية قد استجابت مشكورة لذلك، وبعض المحاكم الأخرى لم تستجب، ليس ضدا في جسم السادة العدول، لكن لأن الأمر كان يهم جميع المواطنين المغاربة، فتلك المحاكم لما كانت تعرفه من اكتضاض، فإن السادة القضاة السادة قضاة التوثيق قد نابهم شيء من الخوف كي لا يكونوا سببا في تفشي هذا المرض. هذا دفعنا إلى أن نتخذ خطوة واحدة أخرى فيما بعد كورونا، لكي يبقى السيد العدل مسؤولا عن وثيقته هو وليس غيره، لأن السيد قاضي التوثيق كان فيما قبل هو المكلف بمراقبة الوثيقة العدلية والمخاطبة عليها، لكن ذلك قبل كورونا كما قال مجموعة من السادة العدول. لماذا؟ لأن السيد القاضي حسب القانون الجاري به العمل موجود بالوثيقة العدلية، وهذا أمر جاء منذ زمن بعيد، والآن في إطار المنافسة
وأن بعض المهنيين يشتغلون لوحدهم دون الحاجة إلى من يراقب أو يخاطب على وثائقهم أبان عيبا كبيرا في الطريقة التي تشتغل عليها السادة العدول بالنسبة للوثيقة العدلية. فقد رفعنا مشروعا إلى مديرية الشؤون المدنية وإلى وزارة العدل كي يبقى العدل مسؤولا مع محاسبته على وثيقته دون أن يشرك معه غيره فيما يخص مؤسسة قاضي التوثيق ومؤسسة أخرى اسمها مؤسسة النساخة، وهي تشتغل بطريقة عقيمة بحيث تنقل العقد كامل الذي يكتبه السيد العدل في كناش آخر يسمى بكناش التضمين، كناش عريض طويل. الآن حاولنا أن نبدل هذا الكناش الطويل بسجل إلكتروني، خصوصا أن الوثيقة الورقية ستذهب من حيث أتت وستغزوها الوثيقة الإلكترونية بمطلع 2022 بإذن الله. هذا من جهة. من جهة واحدة أخرى هو أن الفوج الذي تخرج الآن من بينه مجموعة من الإناث، بدل أن كانت هذه المهنة مقتصرة على الذكور دونهن، الآن الإناث من العيب ومن البهتان ومن الظلم أن تشتغل بما يسمى بالثنائية. فالثنائية كما كنا نعلم ذلك بأن الرجل مع أخيه الرجل حينما يتوجه، ولو أن النظرة هي نظرة دونية بأن لا يمكن الوثيقة أن تخرج من بين يدي السيد العدل إلا إذا كان معه رفيقه، فإننا في المشروع الجديد قد حاولنا أن نرفع ما يسمى بالثنائية ويشتغل العدل بمفرده ذكرا كان أو أنثى على غرار باقي المهن الأخرى. ثانيا، بأن المرأة تولجت إلى هذه الخطة بأمر مولوي، جاء البلاغ الملكي السامي وقد استجبنا له وفرحنا فرحا كبيرا جدا ورفعنا برقية إلى السدة العالية بالله نتمن فيها عمل المرأة مع أخيها الرجل، لكن اشترطنا مع السيد وزير العدل المحترم أن يعدل القانون قبل بداية اشتغالها، لكن مع الأسف لحد الآن ما زال القانون لم يتغير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون فعل خير على الرجل كي يتغير هذا القانون في غضون الأيام القليلة المقبلة بإذن الله، كما وعدنا السيد وزير العدل المحترم في هذه الفترة في أيام الجائحة التي عرت على أمور كثيرة في الوثيقة العدلية وفي مهن أخرى كثيرة في المغرب وخارج المغرب. والسلام. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.